التوفيق. السلام عليكم. مساكم الله بالخير طبعا. الخيال عالم يمتد ويمتد ويمتد لما بعد المحال، عالم يختصر الشرق مع الغرب جنوبا والشمال. كيف لي أن أصف الآن لكم معنى الخيال؟ ساعدوني، لا بقول لا بفعل لا بشيء، لحظة للصمت، حسبي لحظة للصمت كي نعرف ما معنى الخيال. هل إذا نبدأ؟ هيا، جاهزون؟ لحظة للصمت. ذاك حسبي، ذاك حسبي، ذاك حسبي، إنه هذا الخيال. فلنفكر لحظة أخرى بمن هم حولنا الآن، فكم شخصا بهذه القاعة الآن تخيل. كل شخص كان عالم، عالم يمتد يمتد ويمتد لما بعد المحال. اشعر الآن بنفسك، أنت وحدك، بلد أنت لوحدك، أبحر أنت لوحدك، كوكب أنت لوحدك، عالم أنت لوحدك. فتخيل وتخيل وتخيل كيفما شئت، تخيل واسكب الإدراك في ملء كيانك. أنت عقل وشعور وضمير، حولك الناس وفي داخلك الإدراك. فاترك عالم الوهم وفكر وتبصر. عالم الوهم هباء ومحال، لكن ما نسميه الخيال ممكن التحقيق في الواقع. فاستعمل لتحقيق الخيال حلم الأطفال ممزوجا به عزم الرجال.